دعني أخبرك بشيء، نحن الإسرائيليون ضد موسى، لقد أخذنا 40 عاماً عبر الصحراء حتى يوصلنا إلى البقعة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا يوجد بها نفط. هذه المقولة وردت على لسان جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية وأخطر امرأة في تاريخ الصهيونية بلا منازع، والتي صدر مؤخراً فيلم يحمل اسمها جولدا 2023، وهو فيلم أمريكي إسرائيلي من تأليف نيكولاس مارتن وإخراج جاي ناتيف. يتتبع الفيلم مائير التي تلعب دورها الممثلة هيلين ميرن، وهي تنتقل خلال الأيام 19 المتوترة من حرب يوم كيبور أو حرب أكتوبر عام 1973. إنها أم الإسرائيليين، المرأة العاطفية الحنونة والمضحية من أجلهم. تذهب سراً لأخذ جلسات العلاج الكيميائي لإصابتها بمرض السرطان، ثم تعود إلى غرفة عمليات الحرب. يظهرها الفيلم بشيء من ضعف التخطيط عندما وردت إليها معلومات عن هجوم مصري وشيك يوم 6 أكتوبر، حيث لم تهتم بالأمر، ونتيجة لذلك لم تستدعي المرأة الحديدية في إسرائيل قوات الاحتياط ولم تأمر بالتعبئة السريعة. وسط تخبط وانهزام كل الرجال الموجودين ومن أهمهم موشي ديان رئيس أركان الحرب الإسرائيلي، تظل جولدا الأكثر ثباتاً بقلب منفطر على مقتل 2700 من أولادها. وسط كثافة من الدخان تظهر جولدا، فهي مدخنة شرهة ولا تتوقف عن شرب القهوة السوداء فيما لا تتناول أي طعام. تدور الأحداث وتستقبل الضيوف الحلفاء في مطبخها وتطهو لهم، مثل هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة. نالت هزيمة أكتوبر من حالتها النفسية واستقالت في العام التالي تحت ضغط من المعارضة الإسرائيلية، ثم توفيت في ديسمبر من عام 1978. هكذا أظهرها الفيلم. فهل كانت هذه بالفعل حقيقتها؟ ولدت جولدا مابوفيتش في 3 مايو عام 1898 في كييف بأوكرانيا لأسرة يهودية فقيرة، قضت طفولتها في أخطر فترة مرت على اليهود، وهي فترة انتشار معاداة السامية والتمييز والاضطهاد. إحساس اللاوطن والاضطهاد وعدم الأمان زرع بداخلها الالتزام بالصهيونية وضرورة العودة إلى أرض الميعاد في فلسطين، فانضمت إلى منظمة العمل الصهيونية ثم هاجرت إلى فلسطين، وفي النهاية أصبحت رابعة رئيس وزراء لإسرائيل وأول امرأة تتقلد هذا المنصب فيها. كانت معظم خطبها السياسية عدوانية وشرسة، حتى أوصفها بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأول بأنها الرجل الوحيد في الحكومة الإسرائيلية. لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون، نحن اليهود لدينا سلاح سري في صراعنا مع العرب، هو أنه ليس لدينا مكان نذهب إليه. تلك أشهر مقولاتها، لقبت بالمرأة الحديدية، وحدث في عهدها أكبر عمل لا إنساني في التاريخ المصري، إذ قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مدرسة للأطفال، مدرسة بحر البقر، وأسفر القصف عن استشهاد الأطفال الأبرياء. اختلفت الآراء داخل إسرائيل حول فيلم جولدا، فمنهم من انتقد الفيلم للضعف الذي ظهرت فيه، وفي المقابل رآها البعض بشكل ملائكي، في حين أن مخرجه قال إنه يريد إلقاء الضوء على فكرة من يعيش لإسرائيل في إشارة إلى جولدا، ومن يعيش نفسه في إشارة إلى بنيامين نتنياهو. وكما بدأ الفيلم بمشهد دخول الحمام رمز السلام في مدخنة بيت جولدا، ظهر الحمام كذلك في آخر الفيلم بعد أن خرج من المدخنة ولكنه ميت على الأرض. برأيكم ماذا يقصد المخرج بهذا المشهد؟ اكتبوا لنا في التعليقات.